السلام عليكم، اهلا بكم محاضره جديده مع سي ام اي العرب، استكمال لشرح المنهج الجديد لشهاده السي ام اي. تواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي عشان يوصل لكم كل جديد عننا. ان شاء الله النهارده هنبدا في سيشن دي خاصه بالبرفورمانس مانجمنت، ومعانا النهارده بدايه من يونت 10 اللي هي كوست اند فاريانس ميجرمنت. اليونت ده هيكلمنا على الفاريانس، الاختلاف. لما نتكلم عن الاختلاف هنتكلم على الاختلاف ما بين الحاجة اللي انا عاملها بادجت اللي انا مخطط ان انا احققها، وما بين الاكتوال ريزلت، وقارن ما بين اللي انا مخطط له وما بين النتيجة الفعلية. طبعا الفاريانس هو اساس البرفورمانس ميجرمنت او البرفورمانس ايفالويشن. لما اجي اقيم الاداء بقيمه على اساس ايه؟ بقيمه على اساس النتائج الفعليه ومقارنتها بالنتائج اللي كنت مخطط ان انا اوصل لها. طيب لما اجي اقارن اداء فعلي بالاداء المخطط لازم اشوف انا بقارن ايه. لو بقارن تكلفه، فلو الفعلي اقل يبقى معنى كده ان ده هسميه فيفربل فاريانس، اختلاف مفضل او مرغوب فيه. ليه؟ لان انا دلوقتي قدرت ان انا اوفر تكلفة على المؤسسة عندي وانفذ الخطة الموضوعة بتكلفة اقل، ولو التكلفة الفعلية اعلى يبقى العكس هسميه unfavorable variance، اختلاف غير مرغوب فيه، لان انا كده حملت المؤسسة عندي تكلفة اعلى من تكلفة فعلية اعلى من التكلفة اللي انا كنت مخطط لها. طيب ما ببصش للفاريانس عندي كرقم بس، لان انا مثلا على سبيل المثال لو انا بجيب مواد خام ووفرت في سعرها وبالتالي جبت حاجة بسعر اقل وبالتالي وفرت في التكلفة النهائية، فطلعت التكلفة الفعلية اقل من التكلفة المخطط ليها. بس على الجانب الاخر انا جيت وفرت مواد خام بكواليتي اقل، وده اللي سبب فرق في السعر، وفي النهاية اداني favorable variance. فعلى الورق كأرقام قدامي أنا كده حققت أحسن من المستهدف، ولكن فعليا أنا خسرت المؤسسة عندي. ليه؟ لأن أنا جبت حاجة بكواليتي أقل، وبالتالي هتأثر على الكواليتي بتاع المنتج النهائي، وبالتالي هتأثر على مبيعاتي وعلى سمعة المؤسسة. إذا لما أنا باجي أتكلم في variance أنا بدرس الموضوع من كافة الوجوه، بحيث ان انا اوصل في النهاية هل الفاريانس اللي انا حققته سواء فيفربل او ان فيفربل سببه ايه ونتيجته ايه وتأثيره ايه على المؤسسة. لما اجي احاسب المسؤول عنه يبقى حاسبه بصورة عادلة. على الجانب الاخر لو جيت بتكلم لو انا بحقق دخل ريفينيو، ايراد محقق عندي، لو حققت ايراد اعلى من المخطط يبقى ده فيفربل فاريانس، لو انا حققت ايراد اقل من المخطط ده unfavorable variance. على جميع الجهات او من ناحيه من جميع النواحي لازم الفاريانس يتم دراسته ومعرفه الفاريانس المحقق ده سواء favorable او unfavorable اتحقق ليه وتاثيره على المؤسسه. لان انا ممكن برضو نقطه كمان، انا لو حققت favorable variance ممكن انا اصلا الميجرمنتس اللي انا كنت حاططها او البادجت اللي انا كنت حاططها كانت قليله جدا وسهل ان هي تتحقق، فبالتالي انا قدرت ان انا احققها، لو بالعكس اتخطاها كمان فحققت فيفربل فاريانس. يعني مثلا بيجي مدير المبيعات سيلز مانجر يحط مبيعات متوقعه على سبيل المثال بمليون دولار. مليون دولار دي بالنسبه لحجم النشاط قيمه متوقعه قليله، يجي فعليا يحقق مليون و200، مليون و300، مليون ونص، كده هو حقق اعلى من المتوقع. ليه؟ لانه هو في الاساس كان حاطط ميجرمنتس اقل من الصناعه عنده، او ميجرمنتس يقدر هو يحققها بسهوله، فبالتالي فعليا هيقدر ان هو يحقق الميجرمنتس اللي هو حاططها او الليميتس بتاعته وهتخطاها كمان، فاذا في النهايه هيوصل لفيفربل فاريانس. عشان كده بقول اي فاريانس لازم ادرسه كويس اعرف هو سببه ايه وتاثيره ايه على المؤسسه عندي. طيب اداني اكزامبل هنا على الفاريانس، قال لي under efficient conditions worker should complete one unit of product per hour.
تحت ظروف العمل المثالية، العامل المفروض ان هو يستكمل انتاج وحدة واحدة في خلال ساعة. If workers are normally paid $6 per hour، لو العامل في العادي بيدفع له $6 للساعة، the standard labor cost per unit is $6 per unit. يبقى تكلفة الوحدة من حيث أجور العمالة هي $6 للوحدة. نحسبها ازاي؟ $6 per hour للعامل في عدد الساعات اللي بتتكلفها الوحدة اللي هي ساعة واحدة، يطلع لي تكلفة الوحدة $6. طيب if actual pay unit amount of a 1 week period were 1.1 hours at $6.25 per hour. لو انا حققت، لو انا تكلفة الوحدة كانت الوحدة احتاجت 1.1 كعدد ساعات، وبالتالي وتكلفة الساعة 6.25 للساعة or 6.88 per unit، اللي هو هيوصلني في النهاية، لأن الوحدة بالنسبة للليبر كوست 6.88. إذا لو جيت قارنتها بالستاندرد كوست اللي أنا كنت حاططها اللي هي $6 per unit، هلاقي إن في فاريانس 88.88 دولار per unit. إذا اللي حصل هنا إن الليبر كوست الـ actual exceed the standard labor cost by 0.88 دولار per unit. التكلفة الفعلية تخطت التكلفة المعيارية ب 0.88 دولار. يبقى إذا هنا عندي variance، والـ variance ده unfavorable. ليه unfavorable؟ لأن الفعلي تخطى الـ standard. دي هتبقى دراستنا للـ variance، قارن فعلي المعياري وأشوف الفرق اللي عندي ده، هل هو favorable ولا unfavorable. طيب كمان بنقول ان الفاريانس مش متوقف على الاماونت بتاعته بس، انما الدايركشن والفريكوانسي والترند. يعني مش معنى ان طلع عندي فاريانس او اختلاف كبير معنى كده ان ده لازم ادرسه، ولو قليل مش لازم ان انا ادرسه. لا، انا لازم ادرس اي فاريانس يطلع معايا غير الاماونت اللي بتطلع معايا في الفاريانس. الدايركشن، هل هو فيفربل ولا ان فيفربل؟ فريكوانسي وترند، اتجاه ومعدل التكرارية، لو بيحصل معايا كتير لازم اقف على اسبابه واعرف الفارينس ده بيحصل كتير ليه. هل مثلا انا حاطط معايير قليلة فبتسبب لي ان انا بيجي لي مثلا فيفربل فارينس دايما او ان فيفربل، حاطط معايير عالية ما بقدرش اوصل لها فبيطلع عندي فارينس. لازم يدرس من كافة الاتجاهات. بنقول كمان ان الفارينس انالسيس is an important tool for the management accounting، في المحاسبة الإدارية تحليل الفارينس من الأدوات المستخدمة في المحاسبة الإدارية. كمان بيطبق ما يسمى بالمانجمنت باي اكسبشن، بمعنى إن المدير بخبرته بيقدر إن هو يوجه الاهتمام أو الانتباه لنقطة معينة هي دي اللي بيحس إن فيها المشكلة أو محتاجة إن هي تتعالج بصورة معينة، هي دي اللي مسببة الفارينس على سبيل المثال. ده المانجمنت باي اكسبشن. طيب في نفس الوقت لما بيحصل عندي فاريانس باجي ارجع للمدير المسؤول عن عن حدوث الفاريانس ده، لازم برضه يبقى المدير بحاسبه على قد المسؤوليه المكلف بيها، وده بيسمى assignment of responsibility. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي لما اجي في ادارة عندي في المؤسسة، لان الادارة دي الكوست عندها عالية اعلى من الفاريانس، اجي احلل الفاريانس اكتشف ان المرتبات بتاعت الناس اللي في الادارة عليت الفترة اللي فاتت فعلت الكوست بتاع الادارة ككل. لما اجي احاسب هنا المدير بتاع الادارة ما اقدرش احاسبه على موضوع المرتبات، المرتبات ده مسؤول عنه الاتش ار او صاحب الشركة، هي دي الناس اللي بتتحكم في الزيادة في المرتبات او اي اختلاف في المرتبات بيحصل. ما اقدرش ان انا اجي على المدير بتاع الادارة اقول له انا هحاسبك على الفارينس اللي حصل اللي خارج عن ارادتك. ده اللي بيسمى الاساينمنت اوف ريسبونسبيلتي، ان انا لما اجي احاسب المدير على بيرفورمانس او على فارينس حصل لازم يبقى مرتبط بالاوثوريتي اللي عنده، هل هو له سلطه وصلاحيه على الجزئيه دي
فتسببت عدم استغلاله لسلطته بصورة سليمة أو خطأه في التنفيذ هو ده اللي أدى الفيروس ولا لأ، ده متوقف على مستوى الصلاحيات والمسؤوليات المرتبطة بالفيروس. طيب لما اجي بقى ادرس الفاريانس، احنا بنتكلم على ان انا بقارن اكشوال بستاندر. لما باجي اتكلم على الستاندر الاول بتكلم على ما يسمى بالستاتيك بادجت. ستاتيك بادجت الموازنة المعيارية هي بتعبر عن الارقام المعيارية او الستاندرز اللي انا حاططها كتارجت لي. فبقول ان الستاتيك بادجت هي عبارة عن الستاندرد كوانتيتي في ستاندرد برايس، كمية المعيارية في السعر المعياري. يعني لما اجي مثلا اتكلم على مواد خام هشتريها، بقول والله انا هشتري السنة الجاية مواد خام، هفترض مثلا ان هما 1000 وحدة دي الكوانتيتي، و هفترض ان السعر في خلال السنة الجاية هيكون $2 للوحدة، ده الستاندرد برايس. اذا هنا static budget بالنسبة للماتيريال عندي يبقى عبارة عن الالف في الاتنين هيبقى $2000، ده لما اجي اتكلم على static budget موازنة المعيارية. طيب الطبيعي ان انا لما بتكلم على الموازنة المعيارية انا بتكلم على كل حاجة متعلقة بالعملية الانتاجية عندي لو انا في مصنع، فبالتالي هتكلم على ما يسمى بالفليكسبل بادجت والسيلز فوليوم واجيب الفاريانس للاثنين، هما دول اللي هيوصلوني للستاتيك بادجت. عشان كده بنقول الستاتيك بادجت كونسيست اوف فليكسبل بادجت فاريانس وفوليوم والسيلز فوليوم فاريانس، ودول اللي هنتكلم عليهم دلوقتي هنعرف تفصيل بتاعتهم. لما اجي اتكلم على الفاريانس بقى اللي هيطلع لي هيبقى عبارة عن مقارنة ما بين اكشوال وستاتيك، هو ده اللي هيوصلني للستاتيك بادجت. طيب لو جيت اشوف المكونات بتاعتها، او نتكلم الاول كده ناخد مثال نشوف فعليا العمليه دي بتطبق ازاي. باجي اتكلم على الاكتشوال عباره عن اكتشوال كوانتيتي في اكتشوال برايس، والستاندرد اتكلمنا فيه ستاندرد كوانتيتي في ستاندرد برايس. فلما باجي اوصل ستاتيك بادجت فاريانس بيبقى فرق بين actual quantity في actual price minus the standard quantity في standard price. اداني example على ال case دي. At the end of the current period, Countdown Inc, a pet food manufacturer, prepared the following analysis of the static budget values. شركة عملت تحليل static budget values. هنا حطلي كل حاجة ممكن أعمل variance فيه. يعني اول حاجه بدا لي باليونت سولد، يونت سولد فقال لي ان انا كان المفترض ان انا في الستاندرد في الستاتيك بادجت عندي اوصل ل 18000 وحده، ولكن فعليا انا الاكتوال ريزلت عندي 16500. اذا في هنا فاريانس هيبقى هنا انفيفربل ب 1500، انا بعت مبيعات اقل من الفعلي وبالتالي هيبقى unfavorable variance. انتقل بعد كده لل revenue، كان static budget المفترض ان هو 2,160,000 دولار، ولكن فعليا كان 1,997,000 دولار، وبالتالي عندي برضو unfavorable variance بالنسبة لل revenue 213,000 دولار. دخل برضو على direct material نفس الكيس، direct labor variable manufacturing overhead وكمان total variable cost contribution margin fixed overhead وفي النهاية operating income، عمل variance كل item فيه. بنلاحظ هنا ان احنا بنتكلم على ارقام اجمالية بس. يعني مثلا لو انا بصيت للدايركت ماتيريال الاقي ان انا الستاتيك بادجت عندي المفترض ان هي 911,250 دولار، ولكن فعليا انا حققت 750,750 دولار، اذا الفعلي اقل من المعياري في التكلفة، ده يعتبر favorable variance. كان عندي favorable variance فعلا في الدايركت ماتيريال ب 160,500 دولار. طيب انا شايف هنا ارقام اجمالية بس، ما ممكن انا اكون استهلكت وحدات
من الدايركت ماتيريال اقل من ان انا المفترض ان انا استهلكها، او اشتريت وحدات بسعر اقل. كل ده مش هيظهر معايا الا في تحليل الدايركت ماتيريال. ممكن اكون اشتريت وحدات بكواليتي اقل وبالتالي بسعر اقل، فعملت لي فيفربل فاريانس. ده unwanted variance او unacceptable variance، فاريانس غير مرغوب فيه. انت وفرت لي في السعر بس جبت لي كواليتي اقل، وبالتالي اثر على الكواليتي بتاعه الفينيشد جود عندي، وده حاجه غير مستحبه او غير مطلوبه اطلاقا. طيب دي نظره عامه كده على static budget variance. قلنا ان هي بتتكون من حاجتين، flexible budget variance و sales volume variance. ايه flexible budget variance؟ هخش في حاجه جديده، هقارن الاكتوال ريزلت بما يسمى بالبادجت اماونت فور ذا اكتوال اكتيفيتي ليفل. بقارن الفعلي، النتائج الفعليه، بالنتائج المعياريه للانتاج الفعلي. بمعنى ايه النتائج المعياريه للانتاج الفعلي؟ انا مثلا كنت متوقع ان انا انتج في خلال السنه 1000 وحده. ال 1000 وحده دول هيحتاجوا مواد خام، كل وحده هتحتاج وحدتين من المواد الخام. اذا اجمالي المواد الخام اللي انا هحتاجها 2000 وحده من المواد الخام. ولكن فعليا في خلال السنه لقيت ان انا انتجت فعليا 800 وحده فقط من المنتج النهائي. 800 وحده دول هيحتاجوا معياريا وحدتين من المواد الخام، يبقى هيحتاجوا اجمالي 1600 وحده من المواد الخام. لما اجي اقارن الانتاج الفعلي، بقارن عدد الوحدات من المنتج النهائي اللي هم 800، استهلكوا من المفترض ان هم يستهلكوا قد ايه من المواد الخام اللي هم الاثنين، يعني يحتاجوا 1600 وحده من المواد الخام. ما بقارنهمش بقى بالالف اللي انا كنت متوقع اصلا انتاجهم في خلال السنه. هنا عملت ايه؟ عملت فليكسبل بادجت، ان انا شفت الانتاج الفعلي او ما يسمى بالاكتوال اوتبوت، وده اللي اشتغلت عليه في البادجت، ما بصيتش على الستاندر اللي انا كنت حاطه في. عندي بعد كده السيلز فوليوم فاريانس، ودي الفرق برضه بين الفليكسبل بادجت والستاتيك بادجت. هنا بقى انا هبعد عن الاكتوال خالص، هشوف الفليكسبل اللي احنا لسه متكلمين عليها واقارنه بالستاتيك اللي هي الستاندرز اللي قلنا عليها في الاول. طيب نمسكهم كده بالتحليل. عندي اول حاجه لو جينا دي رسمه كده بتوضح كل اللي هندرسه في الفاريانس هيبقى عباره عن ايه. نمسكهم كده بالترتيب من الشمال. عندي الاكتوال ريزلت اللي هي الاكتوال انبوتس في الاكتوال برايس. فليكسبل بادجت عباره عن الستاندرد انبوتس الاود فور اكتوال اوتبوت اللي احنا لسه مكلمين عليها. انا انتجت فعليا 800 وحده، 800 وحده دول الستاندرد بتاعهم ان هم بيحتاجوا وحدتين من المواد الخام. ممكن فعليا ما كنتش احتجت وحدتين لكل وحده منتج نهائي، احتجت وحده ونص من الماده الخام، احتجت 3 وحدات، ولكن الستاندر بالنسبة لها هم وحدتين. انا بشتغل على الستاندر للاكتوال اوتبوتس. تدريب طبعا في الستاندر برايس، ستاتيك بادجت اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي البادجت انبوتس في الستاندر برايس. طيب قلنا ان الستاتيك بادجت باجي اقارنها بالاكتوال ريزلتس، من المفترض ان انا بيطلع عندي كذا فاريانس بشتغل عليهم اللي هم الفليكسبل بادجت فاريانس والسيلز فوليوم فاريانس، اللي هم في النهايه بيطلعوا لي الستاتيك بادجت فاريانس. طيب بالنسبه للستاندردز اللي انا هشتغل عليها، بيبقى فيه ثلاث انواع من الستاندردز، ما يسمى بالايدل ستاندرد او التاي ستاندرد او البراكتيكال ستاندرد. الايدل ستاندرد اللي هو المعايير المثاليه، ان بتكلم على ان كل حاجه بالنسبه لي بيرفكت، شغال على ما يسمى بافضل معايير متاحه. تاي ستاندرد بتبقى المعايير فيها زي ما نقول ضغط شويه، انا احط لمدير المبيعات حاجه كده يا دوب يقدر يحققها. اما البراكتيكال، ودي اللي في الغالب اللي بنشتغل عليها وخصوصا في الفليكسبل بادجت، اللي هي المعايير الواقعيه او الفعليه، ان انا بشوف حاجه قريبه جدا من الواقع وابدا اشتغل عليها، بحيث حتى لما يبقى في فاريانس يبقى فاريانس واقعي
العكس ما يكون في التاي او الايدل ستاندرد. طيب اول حاجه معانا اللي هي الفليكسيبل بادجت فاريانس، دي هتكلمني على كل حاجه مرتبطه بالعمليه الانتاجيه. ثلاث عناصر اساسيه بيخشوا في العمليه الانتاجيه اللي هم الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر والفاكتوري اوفرهيد. فاكتوري اوفرهيد طبعا فيها الفاريبل والفيكسد. احنا هندرس التلات عناصر الفاريانس بتاعهم والتحليل الخاص بيه. طيب لو جينا بصينا كده على كل حاجه فيهم هلاقي ان الدايركت ماتيريال، الماتيريال عباره عن برايس وكوانتيتي، فانا هدرس الفاريانس للبرايس وهدرس الفاريانس للكوانتيتي. الكوانتيتي عندي هيبقى ممكن يبقى ليها مسمى تاني، ممكن تسمى اليوسج فاريانس او ما يسمى بالافشنسي فاريانس. طيب انا هفترض ان انا عندي كذا وحده من المواد الخام بشتغل عليها، فهيظهر معايا بالنسبه للكوانتيتي فاريانس حاجتين مجموعهم مع بعض هو اللي هيديني الكوانتيتي فاريانس، هما بيسموا بالميكس ميكس واليلد فاريانس. بعد كده عندي الدايركت ليبر، هتبقى زي الدايركت ماتيريال بالظبط، ولكن الاختلاف بس في المسميات، ان بدل برايس هشتغل على ريت فاريانس، وبدل الكوانتيتي هشتغل على الافشنسي فاريانس. وبرضه لما يكون عندي مالتيبل ريتس هيبقى يظهر عندي برضه ميكس واليلد فاريانس. الاوفر هيد فاريانس هيبقى طبعا منقسم الى فاريبل وفيكسد. فاريبل وفيكسد وكل واحده فيهم ليها ريت وافشنسي مختلف، فهيظهر عندي اربعه فاريانس خاصين بالفاكتوري اوفر هيد، فعشان كده بيسمى ب فور واي اناليسيس، تحليل في اربع اتجاهات. ليه اربع اتجاهات؟ لان انا عندي الـ variable overhead، يبقى عندي الـ spending variance ده مرتبط بالـ rate، والـ efficiency variance مرتبط بالـ quantity. في الـ fixed overhead برضه هيبقى عندي spending variance مرتبط بالـ rate، وهيبقى عندي ما يسمى بالـ production volume variance ده مرتبط بالـ quantity. هندرس طبعا كل ده بالتفصيل. زي ما بنقول عندي الـ variance هيبقى price و quantity، ولما يبقى الـ quantity لما يبقى عندي كذا وحدة من المواد الخام هشتغل على الميكس mix و yield. طيب والليبر نفس الحكاية. هنمسك بس النهاردة كده الـ direct labor والـ direct material، نشتغل عليهم بالتفصيل، وبعد كده إن شاء الله في المحاضرة الجاية نبقى نكمل باقي الـ variance. دايركت ماتيريال الاول بتبدا معانا ب زي ما قلنا برايس والكوانتيتي. اول حاجه عندنا قارن في السعر وقارن في الكميات. طيب لما باجي الاول اقارن في السعر، انا بقارن بسعر الشراء، انا اشتريت مواد خام بسعر معين كنت متوقع ان السعر يكون في الستاندرد برايس في ليميت او في رينج معين، لكن فعليا في سعر تاني انا اشتريت بيه. بقارن ازاي؟ بشوف الاكتوال كوانتيتي الكميه الفعليه اللي انا اشتريتها، واضربها في فرق السعر ما بين السعر الفعلي والسعر المعياري او الستاندرد برايس. والناتج عندي يديني البرايس فاريانس. طبعا لو السعر الفعلي اعلى من المعياري هيديني unfavorable variance، ان انا اشتريت بسعر اعلى من السعر اللي انا مخطط ليه. لو السعر المعياري اعلى من الفعلي هيديني favorable variance. وزي ما قلنا تحليل الفاريانس بحلله من كافة الاتجاهات. هرجع واقول تاني، ممكن اكون اشتريت مواد خام صحيح بسعر اقل من الستاندر اللي انا كنت حاطه، ولكن اشتريتها بكواليتي اقل، وده اللي فرق معايا في السعر. ده حاجه ان اكسبتبل اصلا لما اجي احلل الفاريانس عندي. طيب ناخد مثال عليها عشان تبقى واضحه معانا. بيقول كو داون انك استيميتد اوت بوت فور ذا بيريد اوف 18000 يونتس. الشركه كانت متوقعه عدد وحدات منتجه 18000 وحده. However, actual output was 16,000
1500 units ولكن فعليا انتجت 16500 وحدة. Standard direct materials per unit were estimated at 7.5. ال direct material او عدد الوحدات من المواد الخام الخاصة بكل وحدة منتجة كان المفترض ان هو يكون الستاندر بتاعه 7.5, but the actual usage was 6.5 per unit, ولكن فعليا الوحدة الواحدة استهلكت 6.5. Standard price was budget at $6.75. السعر المعياري كان للوحدة من المواد الخام $6.75, but the actual price was $7. لكن فعليا السعر الفعلي لشراء المواد الخام كان $7 للوحدة. Direct material variance are calculated as follows. ما اجي بقى احسب direct material variance. اولا كان من المفترض ان انا هنتج 18000 وحدة للstatic budget direct material في السعر المعياري اللي هو 7.5. كان المفروض ان انا استهلك عدد وحدات من المواد الخام 135000 وحدة في سعر الوحدة 6.75. كان المفروض ان هو total cost للدايركت ماتيريال تبقى $911,250. ولكن جيت بعد كده في الفليكسيبل budget اللي هي actual standard quantity for actual output. الاكتوال output عندي كان 16500, الستاندرد input الخاص بيها 7.5, فكان المالي quantity اللي كان المفروض اللي هي ما يسمى بالflexible budget quantity كان المفروض ان هي $123,750 في سعر الوحدة 6.75, فكان for the total cost direct material بالنسبة للflexible budget كانت $835,313. لكن فعليا بقى actual direct material كان عندي الاوتبوتس اصلا $16,500 في الكمية الفعلية اللي هي 6.5, فكان total quantity $107,250 في السعر الفعلي اللي هو $7, فطلع ال total actual direct material cost $750,750. لما اجي الاول اقارن او احسب ال price variance عندي ال actual quantity اللي طلعت معايا $107,250 هضربها في فرق السعر اللي هو ال actual price minus ال standard price. actual price 7.5 وال standard price عندي ال actual price 6.5 وال standard price عندي 7.5, يبقى عندي هنا فرق من المفترض ان هو $1. من المفترض ان هو $1, لكن ده بالنسبة للquantity. التوتال quantity عندي كانت في الاكتشوال $107,250. البرايز الاكتشوال عندي $7 والستاندر 6.75, فكده في فرق اصلا في البرايز 0.5. ده المفروض ان هو unfavorable. لما ضربه في ال actual quantity اللي هي $107,250 هيطلع لي unfavorable direct material price variance $26,813. نفس الحكاية بالنسبة لل quantity variance. كان من المفترض ان انا استهلك quantity في ال flexible budget direct material $123,750, ولكن فعليا استهلكت $107,250. كان المفترض استهلك 123,750 يونت من دايركت ماتيريال, استهلكت فعليا 107,250 يونت من الدايركت ماتيريال. اذا انا استهلكت ماتيريال اقل, المفروض ان هو فيفربل. هضربه في الستاندرد برايز اللي هو 6.75 هيطلع لي فيفربل دايركت ماتيريال كوانتيتي فاريانس $111,375. إذن هيطلع عندي total direct material variance
في الفيفربل اللي هو إجمالي الاتنين مع بعض أو فرقهم من بعض اللي هو 84,562 دولار. ده بالنسبة للدايركت ماتيريال فاريانس الكوانتيتي والبرايس. طيب بنقول نقطة بقى، لما يكون عندي مؤسسة خدمية service organization direct material variance بتبقى immaterial يعني غير مؤثرة لأن كميتها قليلة، لكن في الأساس طبعا ال direct labor variance هي الأساس اللي بيتم العمل عليه. طيب ال direct labor هتبقى قريبة جدا من ال direct material، الفرق بس في المسميات، إن ال price هسميه rate وال quantity هسميه efficiency، لكن هي نفس الحسبة وهتبقى هي نفس المعدلات معاك. لو جيت اشتغل نفس المثال اللي عندي ولكن على الليبو بقى، كان المفروض الليبو بير يونت في الستاندر 3 hours والاكتشوال 3.25 hours، والريت كان في الستاندر 5.50 دولارز وفي الاكشوال كان 6 دولار. فطبعا اوصل للكميات الفعليه لما اجي اجيب الريت فاريانس، اقارن الفعلي بالستاندرد الاكشوال ريت 3.25 والستاندرد 3 hours، يبقى عندي 0.25 hours unfavorable اضربه في الاكشوال hours اللي هو 53,625، يطلع لي unfavorable direct labor rate variance 26,813 دولار. ال efficiency نفس الحكاية، كان من المفترض ان انا استهلك 49,500 hour، لكن فعليا انا استهلكت 53,625 hour. ده هنا هيبقى عندي unfavorable variance، هضربه طبعا في الستاندرد برايس او الستاندرد ريت اللي هو 3 دولار، هيطلع لي unfavorable variance 22,688 دولار. هجمعهم على بعض عشان اجيب التوتال ليبر فاريانس، طبعا الاثنين unfavorable، فهيطلع لي في النهايه مجموعهم اجمالي الاثنين unfavorable variance للليبر عباره عن 49,501 دولار. ده كده بالنسبه للماتيريال و او الريت والافشنسي فاريانس بالنسبه للدايركت. استنونا ان شاء الله في المحاضره الجايه نكمل ميكس واليلد و الاوفر هيد فاريانس والسيلز فاريانس، واستنوا كل جديد مع سي ام العرب، والسلام عليكم ورحمة الله.